أغلق مؤتمر الهواتف النقالة MWC أبوابه لهذا العام 2016 وترك لنا عدداً من الأجهزة والتقنيات. بدأ بعرض LG لهاتفها G5، ثم سامسونج جالاكسي S7 وسوني مع سلسلة Xperia X، ثم تابلت هواوي ميت، لكن هناك 10 أجهزة وتقنيات سرقت الأضواء. أولاً، لا تستغرب إن سمعت أن الذكاء وصل لفرشاة الأسنان. شركة أورال بي كشفت عن فرشاة مزودة بتقنية لاستشعار الحركة داخل الفم تقوم بتتبع المناطق التي يتم تنظيفها ومرتبطة بتطبيق على الهاتف، وتمنحك تقييماً لعملية التنظيف حيث تضع الهاتف على المرآة وتقوم الفرشاة ببث حي لعملية التنظيف. ثانياً، قدمت شركة الليبتك تقنية لاستخدام إيماءات اليد والموجات فوق الصوتية للتحكم في الأجهزة الذكية مثل الهواتف والتابلت. فمثلاً عليك القيام بحركة معينة بيدك ليتم التحكم بإعدادات الهاتف أو مستوى الإضاءة. ثالثاً، تعودنا من HP على طابعات ولابتوب وكمبيوتر، لكنها عرضت هاتفاً معدنياً ومقاوماً للماء بشاشة 6 إنش ويعمل بنظام ويندوز مع تصميم أنيق. وترقبوا تفاصيل أخرى من رقمي عن الهاتف في تقرير خاص. رابعاً، وفي الهواتف أيضاً، عرضت شركة كاتفونز أول هاتف في العالم بكاميرا حرارية، كما أنه مقاوم للصدمات القوية والماء تحت عمق 5 أمتار. من خلال الهاتف يمكن الرؤية في الظلام وتحديد الأشياء التي تتميز بدرجة الحرارة، وهو مفيد لعمال المصانع ورجال الطوارئ. خامساً، أسرع بطاقة مايكرو SD من شركة ساندسك قادرة على نقل البيانات بسرعة تصل إلى 275 ميجا بايت في الثانية الواحدة. كما عرضت ساندسك ذواكر فلاش مع منفذ من نوع USB-C تنقل بيانات بسرعة 130 وحتى 150 ميجا بايت، وذلك وفقاً للمساحة التخزينية. سادساً، تقنية الشحن السريع من شركة أوبو الصينية، وتشحن هاتفاً ذكياً ببطارية سعتها 2500 ميلي أمبير بشكل كامل بوقت لا يتجاوز 15 دقيقة بشرط امتلاك المستخدم كابلاً خاصاً يدعم التقنية التي ستأتي مع هواتفها القادمة. سابعاً، نموذج مبدئي لشاشة مرنة يتم لفها حول معصم اليد لعرض المحتوى، لكن مطوري الشاشة ما زالوا يطورون من فكرة المنتج. ثامناً، كاميرا جير 360 من سامسونج وتدعم التصوير بزاوية تبلغ 360 درجة مع عدستين تبلغ دقة كل منهما 15 ميجا بيكسل، وترتبط مع هواتف سامسونج الرئيسية التي تم إنتاجها عامي 2015 و2016. تاسعاً، إذا كنت ممن يستخدمون الواي فاي المفتوح في مقهى أو فندق، فهذا يعرضك لخطر المراقبة من الآخرين ومراقبة نشاطك، لكن جهاز كيزل يحميك من المتطفلين، أي أنه وسيط حماية بين جهازك وبين إنترنت الآخرين من خلال تشفير بياناتك وحمايتك من مراقبة القراصنة والمتطفلين الذين يستغلون الإنترنت المفتوح. سوني تحقق التقنية التي شاهدناها في فيلم هير، وهي سماعات أذن تعمل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتضم مساعداً شخصياً افتراضياً، وتعمل على إخباره بمواعيد الطقس والرسائل والمكالمات الفائتة وإعطائها الأوامر الصوتية لتنفيذ عمليات البحث على الإنترنت، مما يغنيك في كثير من الأوقات عن استخدام الهاتف. عاشراً، مع هذا الكيبورد المرن من إنتاج مايكروسوفت ويتوافق مع أنظمة ويندوز، أندرويد، iOS، وهذا ما يجعله عملياً. وهناك العديد من الأجهزة والتقنيات الأخرى مثل هاتف شاومي مي 5 بمعالج سناب دراجون 820 الدفع عن طريق التقاط صور سيلفي من شركة ماستر كارد، وهاتف كيوسيرا ويعمل بالطاقة الشمسية، وكاميرا مراقبة منزلية متطورة من سوني، وهاتف من جوني بنحافة 5.5 ملم فقط. شاركنا رأيك عن أكثر ما أعجبك في هذا المؤتمر.